للتعليق على الموضوع ينضم الينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الاستاذ نظير الكندوري. استاذ نظير مرحبا بك. حياكم الله. وينضم الينا ايضا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي المستقل الاستاذ امير المفرجي. استاذ امير مرحبا بك. مساء الخير. اهلا بك استاذ امير المفرجي. ابدا معك استاذ نظير. في اقل من 24 ساعه ارتفعت حصيله الشهداء في ساحات التظاهر الى 12 شهيدا واكثر من 150 جريحا. لماذا تستمر آلة القتل الحكومي ضد المتظاهرين السلميين؟ يعني أنا أظن أنها سوف تستمر أيضا، ولربما يتصاعد أرقام الشهداء والجرحى يوم بعد يوم، كأنما هي ترجمة لما أوصته بما يسمى المرجعية، بأنها جعلت دم المتظاهرين هو حرام. فهؤلاء الذين يتمسحون في هذه المرجعية ويعتقدون أن كلامها يجب أن ينفذ هم الآن يقتلون، وفي نفس اليوم الذي يعني ألقوا خطبة المرجعية والتي حرمت فيها دم المتظاهرين هم يقتلون هذا العدد، وعندهم استعداد يزيدون هذا العدد. أنا أرى أن هذا النظام ليس لديه في جعبته حلول لحل هذا الموضوع أو تلبية جزء من متطلبات المتظاهرين، وبالتالي هو ليس لديه حل سوى البطش والقتل في هؤلاء الشباب. وهذا الأمر يعني أنا أعتقد لربما يصل إلى مرحلة سوف يكون هناك يعني مفاصلة، وهناك الجماهير ربما تتخذ قرارات أكثر قوة. لذلك يعني حتى هي المرجعيات وكثير من السياسيين يحذرون من هذا التوغل في القتل والتوغل في سفك الدماء، لأن الشعب العراقي ربما هو يحرص على سلميته، ولكن إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود واستمر القتل في هؤلاء الشباب لربما تنحرف هذه المسارات إلى مسارات أخرى سوف يندمون على مع أن المتظاهرين يعني مصرون على أن هذه التظاهرات ستبقى سلمية، وهذا هو مصدر قوتهم الإصرار على السلمية. طيب أستاذ أمير المفرج، إذا انتقلت إليك بخصوص أعداد الشهداء والجرحى الذين سقطوا، حكومة عبد المهدي نفت سقوط شهداء والجرحى خلال تظاهرات اليوم الجمعة رغم ما وثقته مقاطع مصورة تداولها ناشطون مشاركون في التظاهرات تؤكد استهداف القوات الحكومية للمتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز، وسقط نحو 5 شهداء. برأيك كيف يمكن تفسير هذه الادعاءات والأكاذيب الحكومية كما يصفها المتظاهرون؟ في الحقيقة أن الوضع الذي تمر به حكومة عبد المهدي هو وضع يعني لا يحسد عليه. حكومة عبد المهدي فقدت شرعيتها وفقدت اتصالها الذي كانت تريد أن يكون مع العراقيين، وخاصة مع من يتظاهر الآن. الأعداد الكبيرة من العراقيين الذين قتلوا في الشارع لا تستطيع هذه الحكومة يعني أن تمسحها بهذه السهولة وكأن لها العصا السحرية، إنها تحلم في أن يكون هناك حل لإنقاذها من هذه المشكلة. المشكلة قد وثقت، المشكلة في العراق هي مشكلة قتل جماعي للشباب المنتفض. ليس عادل عبد المهدي وليس غير عادل عبد المهدي يستطيع أن ينفي ذلك. إنها الحقيقة ما يحصل في العراق تشاهده كل دول العالم، ما يحدث في العراق أصبح على لسان كل يعني مجاميع السلام ومجاميع يعني حقوق الإنسان. إذن ما يقوله عبد المهدي هو هراء ولا يستمد إلى أي شيء يعني له صلة بالحقيقة، إنه كذب وتلفق على الحقيقة المرة في العراق. أستاذ نظير، يعني استهداف الطواقم الطبية من يقوم بإسعاف المتظاهرين، ما مدى خطورة ذلك؟ يعني أنا أشوفها يعني وصمة عار في جبين هذه القوى الأمنية. يعني هذا المسعف هو جاء تطوعا لإنقاذ أرواح الجرحى ولتخفيف معاناة هؤلاء الجرحى، ولديه الاستعداد حتى يسعف من القوى الأمنية إذا ما جرح أحد منهم، وبالتالي هم يجعلوهم موضع استهداف، وكأنما هم لا يكتفون بقتل المتظاهرين وجرحهم، إنما هم يريدون حتى عدم إسعاف هؤلاء الجرحى. يعني هذا في غاية الإجرام. أنا يعني ما أود أقول
ان هذه الجرائم كلها تحدث يعني تحت انظار العالم، ومع ذلك لم تكن هناك ادانات تتوازى ومستوى الحدث. يعني حتى في الحروب، نحن لسنا في حرب، حتى في الحروب يحظر على الجيوش ان تستهدف طواقم الطبيه من الطرفين، كيف بمتظاهرين؟ كيف يعني انت لم تكتفي بعدم توفير طواقم طبيه لخدمه واسعاف هؤلاء الجرحى والمصابين من التظاهرات، بل انك تستهدف المتطوعين منهم، وهذا يغالب الجريمه. يعني نحن نرى ان هذا التصرف لا يتناسب مع تصرف حكومه، انما تصرف ميليشيات، تصرف عصابات، وهذا هو واقع الحال. هذه الحكومه لا تتصرف وكانها جهاز حكومي، انما تتصرف وكانها عباره عن عصابه تريد ان تنتقم من المتظاهرين. استاذ امير، يعني ايضا مع القتل هناك عمليات الخطف المستمره التي تنتهجها إن كانت ميليشيات أو حتى قوات حكومية، تعمل على آلية اختطاف للناشطين رغم الاعتراضات الدولية لتعامل الحكومة مع المتظاهرين، تستمر الحكومة في هذا القمع. إلى أي مدى ترى أن هذه الحكومة قادرة على التحكم والسيطرة بقضية عمليات الاختطاف المستمرة في ظل ما شاهدناه من حديث عبد المهدي عن مناشدته لجهات خاطفة قامت بخطف قيادة أمنية تابعة له؟ من الطبيعي عندما فرزته تصريحات عبد المهدي عن يعني السؤال عن من خطف العراقيين وعن طلبه بإرجاع المخطوفين، هو شيء مضحك ومبكي في نفس الوقت، لأن السيد رئيس الوزراء وكما يسموه الآن هو ليس إلا دمية وضعت في العراق، ليس له أي يعني قوة ولا أي صلة بالأمن العراقي، وإنما هو جالس في مكانه ويبدل البدلات الفارسية واللندنية كل يوم. هذه هي الحقيقة، ليس لعادل عبد المهدي وليس للحكومة العراقية الموجودة الآن أي قوة في تغيير الوضع الأمني في العراق، إنها وضعت لأجل يعني لتغيير شيء ما أو لقضاء بعض الوقت لحين وصول مرحلة جديدة للعراق. أنا يعني كنت آسف جدا على ما يحدث للعراق وعدم وجود أي تدخل إعلامي غربي يستطيع أن يعني يتكلم عن حالة العراق، لأن ما يحدث في العراق هي حالة خطيرة. ما نسمعه هنا في الغرب، نسمع وكأن السيد السيستاني هو الذي يعني له القرار النهائي في العراق، لم يتكلموا عن ما يحدث في العراق، لم يتكلموا عن ما يطلب هو الشباب في العراق، ولكن عندما يتكلموا عن العراق يبدأون بأن ما يسمى بالمرجعية العليا قد قالت هذا وقد سنتطرق إلى هذه النقطة بعد قليل. أستاذ أمير، أستاذ نظير، يعني الحكومة أيضا تتحرك على الصعيد السياسي لإصدار الوثائق وإصدار البيانات، منها وثيقة الحكيم، بيت الحكيم. يعني كيف تنظر إلى هذه الخطوة من قبل الحكومة؟ إلى أي مدى يعني قارة العملية السياسية في العراق هم معونة لمطالب الشعب؟ يعني هم هؤلاء قادة العملية السياسية واللي اجتمعوا ببيت الحكيم اللي هو منهوب من يعني أحد المواطنين، هم أنفسهم يعني أنكروا بأن خطة معينة لوئد المظاهرات قد أبرمت مع قاسم سليماني، وأعلنوا نكران هذا الشيء ولم يتكلموا بهذا الأمر. لكن هذا الاجتماع أفرز حقيقة أن هذه القوى السياسية قد اجتمعت لتقر تلك الخطة التي رسمها قاسم سليماني، من حزمة من الإجراءات السياسية يرافقها قمع وزيادة بالقتل للمتظاهرين، للوصول إلى مرحلة بأن الحكومة أو النظام العراقي قد أعطى المتظاهرين مطالبهم وانتهت التظاهرات. لكن هذا يدلل على أنهم هؤلاء لا يريدون التخلي عن السلطة، ويحاولون جاهدين بأنه يعرضون خطط تسويف وخطط، بحيث أنهم أعطوا الحكومة عادل عبد المهدي 45 يوم. إلى أي مدى سيصل هذا التسويف؟ يعني من المرحلة التي يراد أن
تصل إليه الحكومة مع المتظاهرين. هم يراهنون على أنه الجماهير سوف تميل وسوف يعني تكون هذا القتل وهذا الجرح في صفوف المتظاهرين يجعلهم بأنه لا جدوى من هذه التظاهرات ويجب الرجوع إلى البيت، لكن لا يعلمون بأن كل شهيد يسقط هذا سيخلف عشرات بل مئات سيخرجون للتظاهر من بعده. هذا الأمر الإثخان بالقتل، لا تتصور أن هذه الدماء ستذهب سدى، ولا تتصور أن هذه الجرائم ستطوى صفحتها، هذه كلها ستكون يعني وبال على هذا النظام. وهذه الإجراءات الكرتونية واللي حتى لجنة المنظمة لثورة تشرين ردت عليها بأن هذا تسويف وهذا يعني محاولة لكسب الوقت. هم يراهنون، تصور يعني الجهالة اللي موجودة في هذا النظام، يراهنون على وصول فصل الشتاء وبدء الأمطار والحالة الجوية البرد. يعني هذا المتظاهر الذي لم يخاف من الرصاص ولم يخشى الدخان ولم يخشى القتل والجرح سوف يخشى سقوط الأمطار. يعني هذا استخفاف بعقل المتظاهرين، بل هو دليل على خفة عقولهم وعلى دليل على أنهم ليست لديهم إرادة مستقلة لكي تعرض خطط مستقلة. أستاذ أمير، تحدثت قبل قليل فتحت الموضوع على خطبة المرجعية، وهنا أتساءل، كان البعض يعتقد أو يعول على أن مرجعية النجف ستخرج ربما بقرار مهم، بفتوى ربما تحاول من خلالها دعم الشارع ومساعدته على إسقاط هذه العملية السياسية، لكن يبدو أن الأمور مختلفة تماما من وجهة نظر المرجعية وعلى لسان ممثلها عبد المهدي الكربلائي الذي تحدث عن كان تحذيرا ربما أو تهديدا، احذروا من زوال هذه العملية السياسية والذهاب إلى آخرين، وكذلك تحدث عن مطالب متعلقة بيجب الاستعجال أو الإسراع بتفعيل قانون الانتخابات وكذلك مفوضية الانتخابات تعديلات، وكأن الموضوع في العراق يقف عند قضية العملية الانتخابية ومفوضية الانتخابات. ما الذي تراه أو رأيته من خطبة المرجعية هذه الجمعة؟ أنا لا لم أسمع خطبة المرجعية ولكن قرأتها قبل قليل. المشكلة في موقف ما يسمى بمرجعية النجف، هو موقف يتناسب مع العملية السياسية التي جاءت بعد 2003. لهذا فإن التفاوت في الكلام والمعنى في كلام الناطقين باسم هذه المرجعية هو يعني يدخل ضمن إطار السياسة العراقية التي رسمت للعراق. عندما نسمع كلام الناطق باسم مرجعية النجف نلاحظ بأنه له نوع من الاتصال الداخلي بالحكومة العراقية وبالنظام العراقي. بالعكس، هذه المرجعية التي يسمي نفسها مرجعية العراقيين فقدت الاتصال الروحي مع العراقيين بعد أن فقدت سابقا أي اتصال سياسي يعني يضمن لها في أن تكون يعني الناطق باسم العراقيين. إذن المرجعية الموجودة في العراق قد فقدت الاتصال الروحي مع العراقيين بعد هذه الأعداد الكبيرة من القتلى وبعد هذا الألم الكبير الذي حدث على العوائل العراقية. إنها وقفت في عار لكل من سكت على هذه الجرائم. ما الذي قصده عبد المهدي الكربلائي بالآخرين الذين حذر منهم الأحزاب، أحزاب السلطة، من ذهاب الحكم إليهم؟ شيء طبيعي، يعني هذا الكلام يثبت على ما قلته قبل قليل، لأن المرجعية هي داخل هذا النظام الذي أدخل العراق. إنها لا تريد أن يعني تجعل من النظام الوطني الذي هو النظام الشرعي الوحيد للعراقيين في أن يأخذ مكانه الطبيعي ويحكم العراق. لهذا فهي يعني تدعم النظام الطائفي، لأنها أصلا هي من جاءت بالنظام الطائفي، وهي أصلا من تتكلم عن النظام الطائفي، لأن العراق له مرجعية واحدة هي مرجعية الوطن لكل العراقيين شيعة كانوا أم سنة. فلهذا عندما يتكلم الكربلائي بهذه العبارة هو يقصد ذهاب النظام الطائفي الذي يمثله هو شخصيا. أستاذ نظير، كيف تنظر إلى بيان اللجنة المنظمة لثورة تشرين؟ كيف تنظر إلى ما جاء في هذا البيان؟ يعني أنا أرى أن البيان الذي جاءت به اللجنة هو دليل على نضج من يعني متصدين لأمر قيادة هذه الثورة، ودليل على أنهم يرسمون لما بعد يعني لهذه الثورة وما بعدها. ف
فلم يعني لم يمر وقت طويل على خطبة ما يسمى بالمرجعية إلا وكان الرد موجود من اللجنة المنظمة لثورة تشرين بالقول بأن هذه المرجعية، وبصريح العبارة هذه المرجعية تتستر على هذا النظام وأحزابه من خلال طرح بأن يجب الإسراع في إقرار قانون الانتخابات وقانون المفوضية، وكأنما الشباب خرجوا وتسقط منهم الشهداء والجرحى لأجل إقرار هذا القانون، ومن سيقره ومن سيكتبه؟ نفس الفاسدين الذين خرج المتظاهرين من أجل إسقاطهم وإبعادهم عن هذا العمل السياسي. الأمر الآخر، اللجنة المنظمة للتظاهرات بيّنت الأمور بشكل واضح وطرحت جميع الخطط السياسية التي قام بها هذا النظام جانباً، لكن أنا يعني أوجه خطابي إلى هذه اللجنة وإلى المتظاهرين العراقيين، يجب أن لا يكون لكم الخطوة الثانية بأن تسمعوا الخطط الحكومية والمحاولات الحكومية لامتصاص زخم المتظاهرين ثم تردوا عليها وتبينوا زيفها. الآن يجب أن تكون زمام المبادرة بيد المتظاهرين، هم من يرسمون الخطط وهم من يعرضوها على العالم وعلى النظام، يجب أن ينفذها وإلا التظاهرات سوف تستمر. المرحلة القادمة يجب على المتظاهرين أن تكون زمام الأمور بيدهم وهم من يرسمون الخطط، لا أن يتلقون الخطط من النظام ثم يرفضوها. الآن هذا واجب المرحلة، هذا واجب الوقت حاليا بالنسبة للمتظاهرين. أستاذ أمير، عبد المهدي أجرى لقاء مع ما يمكن وصفهم بشيوخ عشائر، طبعا تم التبرئة التبرؤ من حضور كثير منهم من قبل عشائر الجنوب، لكن حضر بعض الشيوخ لقاء مع عبد المهدي، وهذا الموضوع ثار غضبا في الشارع العراقي بشكل كبير، لأنه كان البعض يعتمد أو يعول على تدخل العشائر في مساندة ودعم الثورة، لكن للأسف هناك البعض ممن ربما كما وصفهم متظاهرون مستفيدين ربما انضموا إلى هذا الاجتماع. عموما، كيف تابعت لقاء عبد المهدي مع هذه الفئة من ما يسمون بشيوخ العشائر، ومدى تأثير هذا اللقاء على المتظاهرين وعلى الثورة بشكل عام؟ من الطبيعي في أن تكون يعني هذه الفئات موجودة في كل مجتمع موجود في العالم، هناك جهات يعني تحاول أن تستفيد من الوضع الذي يعني تستفاد منه من خلال يعني تقربها من رجال السياسة، وما حدث بالأمس من هذا اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء وبعض رؤساء العشائر هو يثبت على أن يعني الخيانة في المجتمعات هي موجودة، ولكن قد لا نكون منصفين بأن تكون هذه الخيانة هي خيانة عامة، هناك بعض الأشياء قد تحدث لأن عامل الخوف قد يكون موجود للبعض، وأن البعض لا يريد أن تكون له مشكلة، خصوصا وأن الميليشيات موجودة في الجنوب. أقاطعك أستاذ أمير بأمر ما، يعني هل هذا مبرر؟ يعني الشباب الذين خرجوا بلا حرس بلا سلاح وواجهوا الرصاصة بصدورهم، هل شعروا بالخوف عندما خرجوا؟ يعني أنا بصراحة رافض أو ضد فكرة إعطاء مبرر لشيخ عشيرة يقود ربما المئات إن لم يكن الآلاف يخشى من ميليشيات وهو عماد من أعمدة هذا البلد. ليس لكل رئيس عشيرة أن يكون كنبي أو يكون كإنسان صالح، هناك الكثير من المستفيدين، أنا قلت ليس عامة ولكن البعض. المشكلة في العراق أن ما يعمل، نرجع إلى مشكلة السيد عادل عبد المهدي واجتماعه بالعشائر برؤساء العشائر، أنا أعتقد بأن هذه المحاولة هي محاولة فاشلة قد أثبتت فشلها، وأن السيد عادل عبد المهدي لا يستطيع الخروج من هذه المأزق، لأنه كالذي يعني يحاول أن يعني يخرج من حالة الغرق بالتمسك بخشبة واحدة في البحر. إذن المشكلة، مشكلة عادل عبد المهدي، هي الوصول إلى نتيجة للخروج من الأزمة التي وصلت في العراق، وهو أكيد يعني له المسؤولية الكاملة مع النظام العراقي، مع النظام العراقي الذي يتحمله منذ أن جاء إلى رئاسة الوزراء. نعم، نشكرك أستاذ أمير المفرجي. أستاذ نظير، أخيرا يعني بعد فشل محاولات رئيس الحكومة الاجتماع برؤساء العشائر، ترى ما هي المحاولات المتوقعة
من وجهة نظرك؟ يعني أنا أتوقع أن محاولاتهم لن تنتهي، وسوف يتفننون في إيجاد طرق لمحاولة تحجيم هذه التظاهرات والتقليل زخمها. يعني هذه الأيام اجتمعوا بالعشائر، ربما في يعني الأيام القادمة لا يعلم إلا الله بمن يجتمعون، لكن هذه الأمور كلها ثبتت زيفها. يعني هذه التظاهرات أراد أن يركبها مقتدى الصدر وتيارة ولم ينجح، وحاولت أحزاب أخرى أن تركب هذه موجة التظاهرات ولم تنجح، بل حتى هذه المرجعية التي ادعت الأسبوع الماضي بأنها هي المدافع عن المتظاهرين وحاولت تركب الموجة، وإعلاميا كأنما صوروا لنا أن السيستاني هو قائد التظاهرات ولم ينفع مع المتظاهرين. المتظاهرين على درجة عالية من الوعي بأن هذا مصير العراق متوقف على هذه التظاهرات، مصير العراق متوقف على زخم هذه التظاهرات، وإلا لا سامح الله لو وئدت هذه التظاهرات فسينقلب هذا النظام إلى نظام إجرامي أكثر مما هو مجرم لينتقم من هؤلاء المظاهرين. تلمس من خلال متابعتك أن الحكومة مرتبكة في تصرفاتها وسلوكياتها. فعلا هي تصرفاتها، يعني وصل الأمر أنها تنكر أنه هناك وجود سقوط قتلى. يعني هذا الناطق باسم عادل عبد المهدي خلف عبد الكريم يقول لا يوجد سقوط قتلى ولا يوجد جرحى، يعني كأنما يريد أن يغطي عين الشمس بغربال، والجميع يعلم بأن هناك تم تصوير وتوثيق هذا القتل، بل وكالات مميزة مثل وكالة رويترز وكالة الأنباء الفرنسية أعلنت سقوط قتلى، والآن هم يكذبون سقوط أي قتيل. هذا دليل على أنهم ليس بيدهم حيلة. وصل الأمر، يعني في البداية قالوا طرف ثالث وأحيانا مندسين، والآن يكذبون بأنه لا يوجد قتلى ولا يوجد جرحى. وصل الأمر أنه انعدمت الحيلة لديهم، ليس لديهم ما يبرر هذا العمل، وهذه دلائل على قرب تهاوي هذا النظام، وأنه ليس لديه حيلة للاستمرار في هذا النظام. أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، نشكرك للمشاركة معنا في استوديو رافدين، وكذلك نشكر الأستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي المستقل كان معنا عبر سكايب من باريس. شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين. شكرا لكم. حياكم الله.